العام فيه الصحافة الاستقصائية حديث العهد نسبيا بعالمنا العربي، ممكن عمره يكون 15 سنة، رغم أنه بالعالم الغربي عمره أكثر من 100 سنة. من نحاول أنا وأنتو خلال هذه الفترة نشتغل على كيفية تحويل خبر عادي لموضوع معمق يصير فيه تحقيق استقصائي. شو منعوز لهذا الموضوع؟ شو هي المصادر؟ شو هي الوسائل؟ شو هي التقنيات اللي صارت متوفرة لدعم العمل الاستقصائي؟ رح نحاول نمرق على هيدول كلهم سوا، انه تتواصلوا معي ومنحاول قد ما فينا نطور الفكرة نطبقها نوصلها لمطرح ممكن نقول عنه بالاخر انه صار عندكم فكرة شو هي الصحافة الاستقصائية فعليا. شكرا.